السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية وكذلك ضباب خلال الصباح الباكر على السواحل وكذلك المرتفعات والسهوب خاصة الغربية والوسطى، لتصبح الأجواء مشمسة. عاد سحب من النوع العالي ستنتشر على مناطق الشرقية وكذلك تكون أكثر كثافة خلال الأمسية على منطقة تندوف وحتى على أقصى الجنوب، درجة واحدة خلال صبيحة الغد على سطيف وكذلك البيض، 9 درجة العاصمة، نفس المقياس على تمن رست وحتى على أدرار وتيميمون، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله 12 درجة فقط على البيض، 20 درجة العاصمة تيزي وزو، كذلك بجاية سكيدانا باو الطرف وحتى على ولاية إليزي وجانت، 25 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا لكن معتدلة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية.